السلام عليكم ومرحبا بكم، وياكم عمر القيسي. حبيت استوديو بسيط اوضح به بعض الامور عن الهيدروكسيكلوروكوين زائد الزنك. طبعا في الاونه الاخيره مثل ما تشوفون بسبب الانتشار الوبائي للمرض صار نوع من الامور او اللغط حول هذا الموضوع، فحبيت ابين وجهه نظر للموضوع ثانيه غير المنتشره بشكل عام، وهو راي بالنهايه. احترم اي شخص يعني يختلف وياي بالراي، وأتمنى أيضا آراءكم حتى نستفيد من عدها. طبعا هذا الفيديو خاص باللي عندهم علاقة بالطب من أطباء وصيادلة وباحثين وغيرهم، مو موجه للناس يعني لعامة الناس، احترامنا للجميع، لكن هذا موضوع يعني طبي بحت، فأتصور يعني يكون هم أعلم من عندي بي ربما القسم، فحتى ايضا ينطون خبرتهم، وايضا اطباء الباطنيه يا ريت ينطون خبرتهم. طبعا انا هنا لا مكتشف شيء ولا جايب شيء جديد، مجرد بحوث حاولت بهالفتره حاولت انه ادرس الموضوع اكثر شويه بتعمق، وجدت خلاصه حبيت اشارككم بها واخذ ارائكم ايضا. طبعا اللي بالميدان هم جربوا هذه الادويه هم اعلم ايضا بالموقف، فهلا انا لا انصح احد يغير شيء او يغير بروتوكول علاجي او اي شيء، مجرد دا انطي فكره ثانيه ونتناقش بها، ربما عسى وعلى يكون اكو جانب معين صحيح بالموضوع. وهذه هي ابحاث منشوره، ايضا راح اخلي بعض اللينكات لبعض الابحاث، وطبعا اكو ابحاث مضاده لها والامر بعده كونتروفيرشال، لكن حبيت اوضح بعض النقاط الاساسيه بالموضوع، يعني بعض الاشياء اللي حسيتها ربما اختلطت على اللي موجودين بالممارسه الطبيه، وربما الناس ايضا فهمتها غلط وكبرتها اكثر بالاعلام وبينت للناس انه هو اكو دواء قاتل او دواء، فهذا الشيء ربما كان خاطئ للأسف، لكن خلاص يعني هي ظهرت الأمور للإعلام، فصار واجب إنه يعني إنه واحد يبين شنو هو هذا الهيدروكسيكلوروكوين وغيره. طبعا هذا الدواء يعني كطبيب تعرفنا عليه لما درسنا بشكل عام صراحة بالأنتي ملاريا دراجز، أدوية مضادة للملاريا وغيرها، طبعا استخدامات ثانية أيضا في أمراض المناعية بالأوتوميون ديزيز مثل الروماتويد أرثرايتس مثل السيستميك لوبوس. ما كنت دارسه صراحة بتعمق، ولا مرة أصلا فكرت به يعني أكثر من مجرد هو دواء نعطيه في بعض الحالات. يعني الآن صارت المشكلة صارت بلاونة الأخيرة وظهرت فكرة الهيدروكسيكلوروكوين زائدا أزيثروميسين، وآخر شيء وصلت إلى فكرة الهيدروكسيكلوروكوين زائدا الزنك، طبعا زائدا أزيثروميسين، لكن ما أتصور أنا صراحة ركز على موضوع الأزيثرو، بس راح أعلق عليه شوية تعليقات بسيطة، لكن هسه اللي يهمني هو الهيدروكسيكلوروكوين والزنك. حاولت أبحث عن ميكانيزم وفاكشن حتى نفتهم الموضوع، فطبعا الموضوع ما وصلنا كون المرض جديد، يعني الأمراض الوبائية هذه حتى إذا أكو شخص مثلا مو بالاختصاصات الطبية يسمعني فقط يستفيد كمعلومات، لكن لا يأخذ هذا الكلام ويروح يطبق على أحد بدون استشارة طبيب مختص، بدون الأطباء اللي هم مسؤولين عن هذا الأمر، لأن هذه أدوية وبالنهاية كل دواء له تأثير، فما دا أنصح أحد حتى يروح يغير قلت لكم علاج أو يروح يستخدم علاجات بشكل يعني بدون استشارة طبيب مختص خاص يقدر حالته. هنا كلامي للأطباء أنا وليس لعامة الناس، فأرجو يكون المسألة واضحة، ولا هو اكتشاف جديد ولا هو سبق صحفي ولا أي شيء، مجرد تبيان بعض يعني أمور ربما تكون واضحة عند زملائي الأطباء، وأتمنى أيضا يفيدون بالتعليقات ويكتبون إذا عندهم أي أفكار إضافية. فطبعا يعني تكلمت كثيرا يعني للأسف، لكن هذا كان لازم أبينها كمقدمة. المهم نرجع الهيدروكسيكلوروكوين والزنك، شفت عدة نظريات. النظرية الأقرب وليش الزنك صراحة، يعني الهيدروكسيكلوروكوين كأنتي فايرال تأثيره محدود، عدة نظريات صارت إليه، لكن النظرية اللي شفتها أقرب واللي بالفعل ربما تتطبق وربما تفيد المرضى إنه هي، خلي بس يعني نفهم الفكرة بشكل بسيط، إنه لو عندنا هذه خلية نرسم دائرة يعني خلية بسيطة، فلنفرض إنه هذه الخلية تعرضت لمثلا فيروس اللي هو هسه طبعا كوفيد 19، تمام، فتعرضت لهذا الفيروس. واحنا مثل ما نعرف انه الكوفيد 19 او فيروس الكورونا فيروس الجديد هذا المستجد، طبعا هو وليس كوفيد 19 اسم المرض على كل، بس حتى انه الاغلبيه درجت عندهم هذه التسميه كوفيد 19. المهم فهذا الفيروس هو من مجموعه ار ان اي، فهذا الفيروس راح يحقن الار ان اي الخاص به، زائدا راح يحقن
انزيم خاص باستنساخ هذا الـ RNA. هذا الانزيم اسمه RNA dependent RNA polymerase، تمام، يرمزوا له ب RDRP اللي هو هذا الانزيم الخاص بنسخ هذا الـ RNA. اللي يصير شنو، انه احنا بشكل طبيعي موجود عندنا مادة داخل الخلايا، تمام، هذه المادة هي الزنك. طبعا الزنك مو واحدة، الزنك مرتبط بشغلة اسمها، خلي اكتبها هنا هتستفادوا منها، زنك فينجر انتي فايرال بروتين. قصة طويلة، يعني بروتين مرتبط بالزنك، او انزيم بالاحرى، يعني نقدر نعتبره بروتين مرتبط بالزنك داخل خلاياك. هذا هو يشتغل كناتشرال انتي فايرال، يعني مرتبط، خلينا نسميه انه مرتبط بالزنك. هذا اللي يصير شنو، هذا الزنك فينجر انتي فايرال بروتين. طبعا ما اركز هالقد اكتبها، يعني اغلبكم يعني اختصاصات طبيه وبدي تفهمون الكلام، فما اركز بالكلام لان انا ما يهمني، اكثر يهمني انه تفهمون المعنى من الموضوع. المهم، فهذا لما يجي يرتبط راح يرتبط بقواعد، طبعا ما راح ادخل بتفاصيل اي قواعد يرتبط بيها داخل، راح اخلي البحث اللي يحب يعني يستفسر. راح يرتبط بالان ان اي لهذا الفايرال، وبالتالي هذا الان ان اي لما راح يجي على هذا البوليمريز راح يعمل على عمليه تعطيل الى هذا البوليمريز اللي هو قلنا الانزيم اللي ينسخ الار ان اي للفيروس، فبالتالي راح يوقف الفايرال ريبليكيشن، تمام. فبعد الفيروسات ما راح تقدر تتكون داخل الخليه، وبالتالي يعني راح تتوقف نمو الفيروسات، وبالتالي تتوقف الانفكشن وانتهى الموضوع. احنا بشكل طبيعي عندنا زنك داخل خلايا، يعني سواء واحد راح يسالني يقول لي اذا الزنك موجود داخل خلايانا، لعد احنا ليش محتاجين بعد ننطي زنك للمريض، او مثلا المريض ياخذ زنك. الفكره شنو، انه انت المشكله هي انه انت الزنك جزيئه كبيره ومشحونه، طبعا تمام، الزنك جزيئه كبيره ومشحونه. هذا الغشاء شوية صعب يفوت الآيونات إلا من خلال قنوات مثل الصوديوم وغيرها، تفوت من خلال قنوات، وخاصة مثل الزنك جزيئة كبيرة صعب تدخل داخل الخلية. فأنت راح تدخل داخل الخلية لما أنت يكون عندك مستوى زنك طبيعي، تدخل كمية زنك يعني معلومة داخل الخلايا الطبيعية، يعني اللي تجيك كمية الزنك اللي أنت محتاجها الطبيعية، وتكون لك هذه الخصائص، ترتبط ببروتينات معينة وتكون لك خصائص مضادة للفيروسات، فأنت موجود داخل خلاياك زنك. أنت لما تأخذ سبلمنت أو لما أنت تأكل أكل متوفر به زنك، فأنت راح توفر غذاء كافي إنه يكون موجود داخل خلاياك زنك، وبالتالي تواجه المرض أفضل. طيب، بس واحد راح يسألني يقول لي حلو، لعد خلي نأخذ زنك بجرعات عالية جدا جدا جدا، تمام، أكثر من النورمال ديلي دوز، بكميات هائلة وانتهى وخلاص المرض. هسه انت لو زيدت الجرعات عمليا بنسبة ضئيلة، ربما انت راح توفر كمية زنك كافية تعوض النقص اذا يعني صاير من الغذاء، اذا انت كنت ما تتغذى بشكل جيد، وبالتالي تقاوم اكثر. هذا الجانب، لكن ما راح تقدر تضيف كمية زنك كبيرة. ليش؟ لان مثل ما قلت لكم هذا الزنك جزيئة كبيرة وما راح تدخل الخلايا بسهولة، فبالتالي ما راح تقدر تدخل كمية زنك اكثر الى الخلايا. فلذلك هنا يجي الدور الهيدروكسي او هيدروكسي كلوروكوين. هذا الهيدروكسي كلوروكوين يشتغل كشغله اسمها ايونو 4، تمام، ايونو 4. هذا يعني شنو ايونو 4؟ يعني مسهل امر لهذا الزنك، وبالتالي راح يخلي الزنك يدخل من خلاله، او يعني هو راح يساعده، مو راح يدخل من خلاله بس راح يساعده بالدخول الى الخلايا بكميه اكبر، وبالتالي يتحمل او جسم يعني داخل الخلايا راح يكون كميه اكبر من الزنك فينجر، هذه المهم بروتينات، وبالتالي راح يثبط الار ان اي بوليمريز للفيروس اكثر، وبالتالي يفيد هذه الحاله. فهي هاي الفكره او النظريه اللي خلت علماء كثير وبالاخص يعني الباحثين الفرنسيين يركزون على الهيدروكسيكلوروكوين زائدا الزنك لعلاج الكورونا فيروس. طبعا بدون الزنك راح يكون تاثيره محدود، كونك مثل ما قلت لك اذا انت اكلك ما بي زنك، وبالتالي انت هذا الهيدروكسيكلوروكوين هو ليس بحد ذاته انتي فايرال، لكن يساعد بهذه الخاصيه انه يدخل زنك. فاذا ماكو زنك اصلا بالدم، منين راح تدخل زنك الى الخلايا؟ وبالتالي او يعني موجود بكميه محدوده، فبالتالي ما راح يظهر التاثير، لانه مثل ما قلت لكم انه هو التاثير اقرب الى الزنك
نفسه مو الهيدروكسيكلورين، لكن الهيدروكسيكلورين يشتغل كعامل مساعد لإدخال الزنك بكمية أكبر إلى الخلايا. فهاي الثري حول الموضوع. طبعا أكو هواي نظريات ثانية، لكن أنا قلت لكم هاي الأقرب واللي شفتها مطبقة. هسه هم لما جو جربوا الزنك أو جربوا آسف الهيدروكسيكلوروكوين ويا الزنك على خلايا أخذوها مختبريا وجربوا الهيدروكسيكلوروكوين تمام زائدا الزنك، هيدروكسيكلوروكوين زائدا الزنك، جربوا على الخلايا شافوا انه بالفعل الفيرال ريبليكيشن تقل، تمام الريبليكيشن تقل، الفيرال ريبليكيشن تقل بشكل ملحوظ، وبالتالي كميه الفيرال شيدنج او الظرف الفيروسي او يعني التناثر الفيروسي تقل من الخلايا المصابه. فهذا انطى دلاله لهم انه بالفعل هذا دواء ممكن يشتغل. طبعا هذا الكلام نظري ومو كل شيء يشتغل بالمختبر معناته راح يشتغل بجسم الانسان بنفس الطريقه، الامور شويه يعني مو بهذه البساطه. فلذلك انه كونه يشتغل بالمختبر مو 100% معناته، لكن احتماليه كبيره طبعا انه يشتغل على جسم الانسان بنفس الطريقه. فهي هاي الثيوري حول استخدام الهيدروكسيكلوروكوين زائد الزنك. واضح الفكره. الازيثروميسين كان ينضاف لمساعده اذا في عندك يعني خلينا نقول عوامل مرضيه ثانيه، بكتيريال انفكشن ثانيه او كو انفكشن، فيساعد بتخلص منها بحيث يوفر فرصه للجهاز المناعي حتى يواجه الوباء بشكل اكثر فعال، يعني حتى يخصص له يعني مجال الجهاز المناعي يركز على الوباء اكثر. لكن صراحه اللي اشوفه اني ماكو داعي اذا مريض يعني بدايه الاعراض انه ازيثروميسين لسبب معين، اذا كان ما محتاج ازيثروميسين فما تصور اكو فايده من عنده قد الهيدروكسيكلوروكوين والزنك، يعني هي فايرال انفكشن. اذا اكو بكتيريا انفكشن وياه سكندري بكتيريا انفكشن او خوف من نيمونيا ممكن، يعني هذا الطبيب الكلينيشن هو بعد اعلم ويقرر في هذه الجزئيه. بس ما اتصور انه الكل لازم ينضاف لهم ازيثروميسين، وهذه ما اعرف، الله اعلم. بما انتم عندكم قناعات ثانيه، عندكم افكار ثانيه ضيفوها، انا ما اقدر اقول لكم. هذا الفكره فقط انه دا اعطيكم خلاصه اللي دا اوصلها حتى بس انه نستفاد ونشارك المعلومات اكثر بيناتنا حتى نستفاد. فهذا بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن اللي دا يشتغل بيها الهيدروكسيكلوروكوين والزنك. طيب هذه الصورة جبتها من اليوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي. هذه الصورة جميلة ليش؟ لان هنا هسه الشغلة الثانية اللي دا تصير، كثير من البحوث او قسم من البحوث اثبتت ان الزنك غير او اسف الهيدروكسيكلوروكوين زائدا الزنك او هيدروكسيكلوروكوين زائدا الازيثروميسين، هذا الكومبينيشن غير فعال لمرضى كوفيد 19 او مرضى الكورونا فيروس. تمام ليش؟ لانه قسم من عندها كانت توفر هذا الاستخدام للستيج الثالث. هذا التقسيم قسموه، هذا المركز قسموه لهذه الستيجات، ستيج 1 early infection، stage 2 pulmonary phase، والstage 3 hyper inflammation phase. في الستيج الاول والستيج الثاني لا يزال الجهاز المناعي بعده هو المسيطر، لا يزال مصائر عندك زياده بالالتهاب لدرجه فظيعه بعد مصائر السيتوكين ستورم وهذه الامور اللي كلكم اتصور سمعتوا عليها، فبعدها مصائر فقط انت لا تزال في البدايه. فانت اغلبيه البحوث يعني راحت على دراسة مرضى أو قسم كثير من عندها راح على دراسة مرضى هم في الستيج الثالث الهايبر انفلاميشن ستيج، وهذه الستيج هي خطرة المرضى بها RDS وبيهم شوك، فأعطاهم هيدروكسيكلوروكوين في هذه المرحلة أتصور كان خاطئ، وبالتالي أظهر نتائج عكسية صراحة وشوف أنه زادت نسبة الوفيات بدرجة معينة طبعا بدرجة بسيطة عن الناس اللي ما أخذوه، يعني هو بالنهاية هو ما يعتبر سبب الأساسي ممكن يعني مشكلة صارت كونهم أصلاً داخلين في حالة أخيرة للمرض، فكان إنه أعطائهم هذا الكومبينيشن بالنهاية ما أتصور منه فائدة. ليش؟ لأن أنت تريد تقوي الإنيت إميونيتي اللي هي بالبداية تصد الفيروس قبل ما يتوغل، ورا ما توغل ربما الفكرة تصير بين ما أعرف بالضبط هل مدى فعاليته بهذه المرحلة. قلت لكم كون هذا بحث يعني بحثه وبيب لا يزال بعدها، لكن دا أقول لكم الستيج الثالث شفت أغلب البحوث تقول إنه ربما يضر أكثر من ما يفيد، لكن بالستيج الأول والثاني في بداية الصد للكورونا فيروس وخاصة بالإيرلي يعني سيمتمز اللي تطلع على المريض بعده، هو بالبداية بعد لا يزال المرض في بداية تشخيصه أعراض بسيطة في البداية، إذا أنت زيدت الإنيت إميونيتي ووقفت الفيرال ريبليكيشن شافوا بالفعل أنه المرضى أغلبهم دي يكونون بالسيف سايت. وأيضا للأسف كان أكو صورة نسيت أخليها في البحث، شوفت المرضى بالجانب الأخضر ممكن أخليكم إياها
بروابط او بالصور تشوفوها، اكو بحث كامل على الموضوع. فبالارلي ستيجز شافوا لها فائده كثيره بالنسبه للهيدروكسيكلوروكوين. اتصور هي هاي الفكره اللي صارت، انه لو كان البحث على ناس بالارلي ستيجز وبالبدايه بالستيج 2 وستيج 1 واعطاهم الكومبينيشن ربما اثبت جداره اكثر. طبعا قلت لكم هذا فقط للنقاش، مو انه تغير ريكومنديشن، انا بس دا ابين لكم الموضوع مثل ما هو، اتمنى تناقشون به وتفهمون الامر اكثر، وراح اخلي لينكات تستفادوا من عندها. على كل فالمهم، فهذا بالإيرلي إنفكشن بالستيج 1 وستيج 2 ربما يكون فعاليته أكثر بكثير من أنه تطيب الستيج الثالث. فلو أنت وقفته من الأول ربما أكو يعني فرصة كبيرة أنه تقدر تسيطر على الفيروس، أما بالنهاية تبقى بين بين. يعني الأفضل أنه ما يوصل المريض، أو ما نخلي المريض يوصل للستيج الثالث، يلا نفكر نضغي له هيدروكسيكلوروكوين أو زنك. طبعا الناس كلهم يأخذون سبلمنت هيدرو، يعني يأخذون زنك ويأخذون فيتامين سي ودي. فالمهم يعني يحاولون بالستيج الاول يساعدون الجهاز المناعي، وهذا نوعا ما ربما به فائده كثيره لهم، لكن لا يبالغون بالجرعات الدوائيه للسبلمنت، ياخذوها بشكل معقول حتى يحافظون. طبعا اكو بعض البحوث تقول على نسبه فيتامين سي اذا كانت اكثر بها فائده اكثر، او كانت اقل بها، او يعني اسف بها بعض المضار، فما انصح احد ياخذ اكثر من الجرعات المعلومه او متوسط الجرعات المعلومه، يعني وما مو يزيدها اكثر. يعني هي الفكره فقط انك تقوي انت الجهاز المناعه، لان الزايد من عندها ترى هو بالنهايه راح يطرح في يعني في خروج الانسان مع اليورينيشن. فبذلك انت بس تاخذ الجرعات اللي تخلي جهازك المناعي على اهبه الاستعداد. طبعا قلت لكم بعض البحوث تثبت انه ربما فيتامين سي الى بعض الوظائف الثانيه، لكن انا هسه مو ادخل بي اغوص بي، وما راح اقول لكم صراحه ان الجرعات اخلي الاطباء هم اللي يوصفوا لكم اياها، استمرون عليها. كون قلت لكم هذا موقف يعني ننطي للكلينيشن، هو يعني ياخذه بجانب معين اللي هو مثلا انترنال ميديسن، هم اصحاب هذا المجال، فهم ربما يكون اقرب الى معرفه الجرعات. انا ما اغير لكم اي كورس علاجي، فقط دابين للاطباء شنو الموضوع. فالمهم ستيج 1 ستيج 2 وغيره. المهم فهذا بالنسبه للاستيجات. طيب هنا راح نجي على شغله الاخيره اللي هي سوى الضج، اللي هي لونج كيوتي سيندروم. تمام خلينا نكتبها، اللي هي لونج كيوتي سيندروم. تمام لونج كيوتي سيندروم. لونج كيوتي سيندروم اللي هي متلازمه تصير مع بعض الادويه، او مرات تكون ولاديه، يعني يصير برولونجيشن بالكيوتي. تمام اللي هي شنو كيوتي؟ طبعا بين الموجة او بالاي سي جي بين الكيو والتي، هذه الموجات الخاصة بتخطيط القلب تصير استطالة اكثر من الطبيعي، وهذا طبعا ممكن يكون خطر لانه يؤدي الى تورسادي بوينت، وممكن يؤدي الى ارثمية، ولا سامح الله الى الوفاة. طيب هل هذا الشيء شائع ويا الهيدروكسيكلوروكوين؟ هو ليس بشيء شائع مع الهيدروكسيكلوروكوين، لكنه يحصل. الفكرة شنو؟ انه الكومبينيشن بين هيدروكسيكلوروكوين زائد ازيثروميسين ممكن يزيد هذه الحالة، كون الازيثروميسين ايضا يؤدي الى البرولونجيشن بالكيوتي. لكن بالنهاية احنا الكلوروكوين من ننطيه بمرض اللوبس، من ننطيه فمثلا بمرض الملاريا يتعدى ال 400 ملي جرام باليوم، ولا يزال كنا نستخدمه. فأتصور جرعة 400 ملي جرام باليوم تكون مقبولة، وما أعرف صراحة الجرعات السرج قد ينطوها بالنسبة لمرضى الكورونا، أو هل وقفوا بالكامل الدواء الآن؟ بعض الدكاترة صار ما يوصفوه بالنهائي يعني. فالمهم فأتصور 400 ملي جرام هي جرعة مقبولة، إذا 200 ملي جرام و 200 ملي جرام يعني على مرتين يأخذها المريض، ما أتصور راح تسوي هذا التأثير إلا ببعض الناس اللي يأخذون أدوية ثانية، أو اللي يأخذون الهيدروكسيكلوروكوين لمدة طويلة، لأنه هو الهالف لايف إلى بالدم ممكن ياخذ فتره اطول، يعني يظل موجود بالدم، وبالتالي يصير عندك اكوميوليشن بالدم ويصير له تاثير، فهو ويا الوقت يزداد تاثيره. اما اذا اخذت بكورس علاجي بسيط او اخذ بكورس علاجي بسيط فنادرا ما يصير. طبعا ايش قد نسبه اللي يصابون بهذه المتلازمه من اللي اخذوا الهيدروكسيكلوروكوين وازيثروميسين؟ هاي ابحاث لا تزال يعني متضاربه بيناتهم، بس ما يتعدون يمكن من 1 الى 5% يعني ربما اقل بكثير. هم حتى يعني في أبحاث تقول إنه هذه الإنسيدنس تصير بواحد من ألف،
ما راح أعلق على الموضوع لأن قلت لكم إن شاء الله متأكد منها ما راح أتكلم بيها، لكن بالنهاية وهاي إن شاء الله أيضا manageable يعني إحنا نقدر نديرها. شلون؟ إنه أنت لما المريض يأخذ الهيدروكسيكلوروكوين يعني خاصة اللي أنت تشك إنه هذا يأخذ أدوية ثانية تتعارض، فإذا نشوف إيش قد النورمال. طبعا النورمال لل QT interval تمام هو 440 ملي سكند. طبعا كل 200 ملي سكند هو مربع كبير، فتقريبا مربعين كبير وشوية تمام، هو هذا النورمال. المفروض يكون أقل يعني من 440 ملي سكند بالميل بالفيميل. المهم هاي حاط لكم الجدول دي. البوردر لاين يكون من 400 إلى 460 ملي سكند، فإذا صار يعني أكثر شفنا زاد استطال أكثر، فبالتالي نعرف أنه خلاص وصلنا البوردر لاين. إذا شفناها أكثر من 465 ذاك الوقت الأمور طبعا لازم نقلل يا أما الجرعة أو نوقف الدواء، وقلت لكم توقيف الجرعة أو يعني تكمل بالدواء بجرعات أقل، هذا تبقى للطبيب الممارس هو أعلم بها اللي هو ويا الحالة نفسها. فهذه الفكرة بالنسبة لي. طيب إيش وقت تصير خطر يعني صراحة؟ هي ليست 460، إذا وصلت ل 500 وأكثر ذاك الوقت هناك أكو خطورة أو حالة أنه تصير ممكن تتحول لترساد دي بوينت وتتحول إلى ذاك الوقت إلى أرثمية، وممكن يعني فيت الأرثمية تتحول. فهي قليلة لكنها موجودة، فأتصور واضحة الفكرة. لكن هل أنه يعني خلينا نقول الريسك تو ريورد ريشيو تفضل استخدام الهيدروكسيكلوروكوين؟ طبعاً إذا بالفعل كان إلى أنتي فيرال إفكت وبجرعات قليلة يعني مو بجرعات عالية. طبعاً هي ثرابيوتيك دوز هنا أنا شوية يعني هم بيها أخذ ورد، وليش ده اللي قلت يعني إذا أطباء ده يسمعوني من أطباء الباطنية اللي عندهم خبرة بهذا الموضوع واللي هم اشتغلوا ويا هذه الحالات يا ريت يفيدون يفيدونا ويكتبون حتى الناس تكون يعني على معرفة، وأيضاً إحنا نتعلم من عندهم. ف يعني هي يعني اذا 400 ملي جرام تعتبر ثيرابيوتيك دوز او لا للكورونا، لكن بالنهايه القصد مع الزنك راح احنا نضاعف تاثيره، وبالتالي ربما نستخدم دوزات اقل ما نحتاج نستخدم الهاي دوزز ذاك الوقت، وبالتالي فرصه انه تصير لونج كيوتي سيندروم تصور اقل بكثير يعني تمام من هذه. فهذا بالنسبه للافكار حول المساله. فهذه يعني طبعا ليش ذكرت ان شفت هوايه ناس يعلقون على الموضوع والبروتوكول غلط والبروتوكول صح وهذا الامور. البروتوكول لا هو غلط ولا هو صح، هذا الامر لا يزال في طور البحث. فلما الناس تستخدمه طبعا هناك نقطه ايضا نسيت اذكرها، منظمه الصحه العالميه وقفت التجارب السريريه عليه وقالت انه هو يعني يسبب مشاكل كثيره استنادا الى بحث الصراحه كان ضعيف، وصار عليه هواية لغط وصار عليه هجوم من كثير من المراكز البحثية، وهذه كانت النتيجة. هسه شوفكم إياها، هذا البحث اللي استنتج عليه هي أنا ريتراكتد، البحث اللي استنتج عليه منظمة الصحة العامة حتى توقف الهيدروكسيكلوروكوين ريتراكتد، انسحب البحث راح لأنه شنو طلعت بيه عيوب كثيرة بي يعني العينات وشون صارت. المهم قصة طويلة راح أخليها أيضا تقدرون تقرؤوا تفهمون الموضوع. فهذا يعني هذا البحث هو اللي استخدمته منظمة الصحة العالمية حتى يعني justify انه نتوقف الكلينيكال ترايلز ل هذا. طبعا هي موقفه قالت راح ناجلها. فالمهم فيعني اللي يعتمدون على هذا البحث انه هو اللي توقف من خلال الهيدروكسيكلوروكوين، فربما يعني المساله بعدها مو 100%، لذلك هو ريتراكتد تلاحظون. فخليت الامر مثل ما هو قدامكم، انا هنا لا مع او ضد، فقط بينت الامر. اتمنى يصير نقاش اكثر مستفيض، لان هذا النقاش هو اللي يثري الطب ويثري الافكار. لان احنا اذا تناقشنا وافتهمنا الامور اكثر هذا راح يتاثر يعني او ياثر اكثر على النتائج العمليه على الارض، لان راح نكون فاهمين اكثر للامر ونقدر يعني نخلي استراتيجيه احسن للعلاج. واريد اقول انه الكل الان في مرحله يعني هسه الاطباء اللي هم موجودين الان في الميدان ويعالجون المرضى هم بالفعل الان هم يعني مركز بحث متنقل، هم الان دي سرعه تجارب تتجمع. اتمنى يدونون، اتمنى يحاولون يعني يسوون فرق بحث، يحاولون يفكرون بالامر. طبعا هنا الاستنتاجات وغيرها والكلينيكال ترايلز ما تصير بهذه البساطه مثل ما انا دا اقولها. طبعا يراد لها يعني عندنا هوايه انواع من الكلينيكال ترايلز اللي تصير حتى انت تقول دواء هذا يشتغل او لا، مو سهل تقرر مباشره. لكن التجارب ايضا تفيد في فهم اكثر، وربما هذه المعطيات تساعد الناس الباحثين اكثر على انه بالفعل يعرفون حجم التاثير اللي دا يصير. أتمنى ما أكون طولت عليكم، ومثل ما قلت لكم إذا شخص عادي دا يستمع إلي هذا لا هو دعوة أنه تروح تستخدم علاج أو أنه تقطع علاج دا تاخذه، هذا مجرد بحث
دا أحاول أنطي خلاصة اللي دا أتوصل له أو اللي هم أصلاً الناس دا يعرفوه، حاولت أبين لي إذا أحد مثلاً ما دا يعرفه بالنسبة لهذا الأمر، لا أكثر ولا أقل. شكراً لاستماعكم، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله الأمور تبشر بخير، وإن شاء الله الأمور زينة وتخلص على خير، ولا تخافون، بس الوقاية مهمة ولازم تأخذون حذر، فالوقاية هي أحسن علاج لأي بانديميك أو أي وباء، لأن أنت لما تقطع أو توقف السورس مصدر الوباء أنت راح تقضي على الوباء أكثر من مجرد لو تعالجه أو تحصل لقاح. أقطع مصدر الوباء وبعدين فكر تعالجه. فأتمنى تكون وصلت الرسالة، أتمنى لكم يوم طيب، وأسف للإطالة عليكم، ألقاكم على خير.